أنا في مؤسسة الدورة السنية في معرض الكتاب بالرياض، وصراحة عندهم رسومات قيمة جدا، الأشاعرة الماتريدية في ميزان أهل السنة والجماعة، التعريف بهم، نشأتهم وانتشارهم، أعلامهم ومصنفاتهم، عقائدهم، علاقتهم بالتصوف، الموازنة بينهم، الموقف منهم. الطبعة الثانية ب20 ريال فقط، 20 ريال فقط، وهي يعني مبلغ جيد جدا. أيضا هناك مجموعة كاملة، عرض المجموعة العقدية صفات الله عز وجل، أيضا منظومة سلم الوصول إلى مباحث علم الأصول، كل بدعة ضلالة، شرح عقيدة واسطية، الروح أيضا، وحقيقة الإيمان ونواقضه، والأشاعر الماتريدية، وحديث الفتن، والملح بشارة الساعة المتعلق بالشام سورية ب165 ريالا فقط. كذلك زاد المعاد عرض اشتري نسختين والثالثة مجانا، أيضا موسوعة الأخلاق 35 ريال، مختصر موسوعة الأخلاق، وكذلك قريب مفردات القرآن ب15 ريالا فقط، سورة الفاتحة وجزء عنها 23 ريالا فقط. أيضا صفات الله عز وجل كتاب عظيم جدا جدا، الطبعة السابعة ب24 ريال فقط. فاغتنموا الفرصة في هذه الإصدارات القيمة والنفيسة بأسعار يعني مخفضة جدا من دار مؤسسة الدورة السنية. بارك الله فيه وشكر الله لكم.